يا الله الله الواحدة الوحيدة المقدسة جامعة الرسولية آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي. من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب ارحم. Amen.
نفس ماروت انجيب ابن غمايس قواب امبارك لي هيراجيوس هيسيوس هاجيوس ابن ماجون آمين إفلوجيتوس كيريوس أوسيوس هيسوس يوناس آمين نيسنوس تيروس مواب شويس مارو إزمو يروف جيني لاوس تيرو جابيف متقرو هريا جون واتي مسمين تيب شوي شوف شايني أمين الليلويا Sotirisos be Christos, Jafaris kabazinigun avroisineron afareheron, afshoptineron afteasueron, afti tutina ventinshariyatai onosai, insof o my trofobos خم بايس وفاين منوتير انتبن ان خن هرين بين جيبي بان تكرتو او ريب شويس بين نوتي او سفك ساستي كريانا Το κράτορ ευιώτεμ ben σοίσο ben νότιο ben σωτηρίσος be Χριστός νασκούρα Ια Ραμπ αλλά κουλλα χάλ ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا ارحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وان يحفظ لنا وعلينا حياه قيام ابينا الطوبى والمكرم رئيس الاساقفه البابا المعظم الانبا تودروس الثاني وشركاء في الخدمه الرسوليه أبائنا المطارنا وأبائنا الأساقفين المجتمعين معنا أن يجعلنا مستحقين لشركة إسعاد أسرار المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا يا رب
روحك يا محب البشر. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامة مع مخافتك. كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الميدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياه، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العادل. الآباء الكهنة القمامسة والخصوص والشمامسة والإكليرس وكل الشعب وضعفي، فليكونوا محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، فم ناظر إنجيلي ماري ماركس الرسول الطاهر والشهيد، والبطريرك قديس ساويرس معلمنا ديوسفوروس، والقديس أثناسيوس الرسولي، والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة، والقديس يوحنا فم الذهب، والقديس كيريلوس، والقديس باسيليوس، والقديس إغريغوريوس، من أفواه الثلاثمائة وثمانية عشر مجتمع بنقيا، والمائة وخمسين بقسطنطينة، والمائتين بأفسس، من فم الأباء الأساقفة الأباء المطارنة والأساقفة المجتمعين معنا من فم حقارتي، لأنه بارك وملوه مجدا اسمك القدوس أيها الآب. And then you're dead, you're dead,
Thank you.
بولس الرسول إلى أهل رمية بركته المقدسة فلتكن مع جميعنا أمين. فإذا أيها الإخوة، نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فتموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. فإن الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. والروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، لأن الخليقة قد أخضعت للباطل لا عن إرادة ولكن لأجل الذي أخضعها على رجاء، لأن الخليقة ستعتق هي أيضاً من عبودية الفساد إلى حرية مجد أبناء الله. ونحن نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معاً إلى الآن، وليس هي فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح، نحن أيضا نئن في أنفسنا منتظرين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. والرجاء المشاهد أو المشاهد ليس هو رجاء، لأن ما يشاهده أحد كيف يرجوه؟ ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. وكذلك الروح أيضا يعين ضعفنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، أمين. الكافي لكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركته على جميعنا، أمين. اعترفوا بعضكم لبعض بخطاياكم وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي ما تعافوا، فإنه توجد قوة عظيمة فعالة في تلبة البار. كان إيليا تحت الآلام مثلنا، وقد صلى صلاة لا تمطر السماء على الأرض، فلم تمطر على الأرض مدة 3 سنين و6 أشهر، ثم عاد وصلى أيضا فأمطرت السماء وأخرجت الأرض ثمرها. يا إخوتي، إن ضل أحد عن طريق الحق فترده أحد، فليعلم إن من يرد خاطئا عن طريق ضلاله فإنه يخلص نفسه من الموت ويستر كثرة من الخطايا
لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يزول شهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يبقى إلى الأبد. صلواتهم وطلباتهم فلتكن معكم ومعي يا اخوتي امين. فلما صعد بطرس الى اورشليم خاصمه الذين من اهل الختان قائلين: انك دخلت الى رجال غلف واكلت معهم. فاتفق بطرس يحدثهم قائلا: كنت بمدينه يافا اصلي فرايت في غيبه رؤيا وعاه هابطا كانه ملآه عظيمه مدله من السماء باطرافه الاربعه، فجاء الي فتفرست فيه متاملا فرايت ذوات الاربع دواب الارض والوحوش والزحافات وطيور السماء. ثم سمعت صوتا يقول لي: قم يا بطرس اذبح وكل. فقلت: حاشا يا رب، فانه لم يدخل فمي قط شيء نجس او دنس. فأجاب الصوت ثانية من السماء قائلا: ما طهره الله لا تنجسه أنت. وحدث هذا ثلاث مرات. ثم رفع الجميع إلى السماء، وإذ في هذه الساعة بثلاثة رجال قد وقفوا على باب البيت الذي كنت فيه، وهم مرسلون إلي من قيصرية. فقال لي الروح: انطلق معهم غير مرتابا في شيء. وذهب معي أيضا هؤلاء الإخوة الستة،
ودخلنا بيت الرجل، فأخبرنا كيف رأى الملاك في بيته واقفا يقول له: ارسل إلى يافا واستحضر سمعان الملقب بطرس، وهو يكلمك بكلام تخلص به أنت وجميع أهل بيتك. ولما ابتدأت أكلمهم حل الروح القدس عليهم كما حل علينا في البدء، فتذكرت كلام الرب حيث قال: إن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس. فإن كان الله قد أعطى مساواة الموهبة للذين أمنوا بالرب يسوع المسيح مثلنا، فمن أنا حتى أمنع الله؟ فلما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا يمجدون الله قائلين: إذ قد أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين. الله استقباله عاد علينا وعليكم نحن وفر الخطايا والأسان من قبل مراحم ربي يا أبنائي وأخوتي الجميع. أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 68 ميلادية استشهد القديس متياس الرسول. علمنا بطرس الرسول: أيها الرجال الإخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابا ولا يكون فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر. فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا في الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا يصير واحد منهم شاهدا بقيامته. فأقاموا اثنين: يوسف الذي يدعى برسابة الملقب يسطس، ومتياس. وصلوا قائلين: أيها الرب العارف قلوب الجميع، عين أنت من هذين الاثنين أي أن اخترته ليأخذ قرعة هذه الخدمة الرسولية التي تعداها يهوذا ليذهب إلى مكانه. ثم ألقوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس فحسب مع الأحد عشر رسولا. وبعد هذا امتلأ متياس من الروح القدس الذي حل على الرسل في يوم الخمسين، وبشر في اليهودية والسامرة وكبدوكيا، كما قيل أنه ذهب لمدينة آكلية. ونادى فيها ببشارة الإنجيل، فقبض عليها أهلها إذ لم يقبلوا الكلمة وأودعوه في السجن. فصلى القديس متياس متشفعا بالقديسة العذراء مريم، فأتت على سحابة، وبمجرد دخولها المدينة تحول كل ما فيها من حديد إلى ماء، فتوجهت إلى السجن وأخرجت متياس الرسول والمسجونين معه من أجل الإيمان. ولما سمع والي المدينة بما حدث طلب أن يرى العذراء القديسة مريم، فأتت إليه هي والقديس متياس الرسول، وأبرأت ابنه الذي كان مجنونا. فآمن هو وكل أهل المدينة، وصدت القديسة العذراء، فعيد الحديد إلى طبعه الأول، وارتفعت القديسة العذراء مريم على سحابة نورانية. أما القديس متياس الرسول فعمد جميع أهل المدينة
ومكث عندهم يعلمهم، ثم رسم لهم كهنة، وبعد أن اطمأن عليهم تركهم ومضى. ثم انتقل إلى دمشق ونادى فيها بالسيد المسيح، فغضب أهل المدينة وقبضوا عليه وعذبوه ووضعوه في على سرير حديد وأوقدوا النار تحته، فلم تؤذيه بل كان وجهه يتلألأ بالنور كالشمس، فتعجبوا من ذلك وآمنوا بالرب يسوع على يدي هذا القديس. فعمدهم ورسم لهم كهنة وأقام عندهم أياما كثيرة. ورجع القديس إلى أورشليم فرجمه اليهود ونال إكليل الشهادة. صلاته فلتكن معنا أمين. وفيها أيضا من سنة 188 ميلادية تنيح الأب المعبوط القديس البابا الأنبا يوليانوس البطريرك الحادي عشر من بطاركة الكرازة المرقسية، وقد تتلمذ هذا الأب في المدرسة الإكليريكية التي أنشأها القديس مرقس، وكان تلميذا للقديس قنطينوس، وقد نبغ روحيا وعلميا، فرسم قسطا بمدينة الإسكندرية ثم بطريركا في 9 برمهات 378 ميلادية. وقد رأى البابا رؤيا قبل نياحته بأن ظهر له ملاك الرب وقال: إن من يأتيك بعنقود عنب هو الذي سيكون بعدك على الكرسي المرقسي. ولم يكن وقتها أوان العنب، وحدث فعلا أن رجلا عاميا يدعى ديمتريوس كان كراما، وبينما هو يصلح كرمه عثر به على عنقود عنب في غير أوانه، فقرر أن يهديه للبابا البطريرك. وبينما كان مجتمعا حول البابا كبار الشعب وعظمائه، بدأ يخبرهم بمن سيكون على الكرسي من بعده، فأخبرهم بما سيحدث من حضور الشخص الذي يحمل عنقود عنب، فتحيروا وتعجبوا من كلام البابا هذا. وبينما هم متحيرون دخل ديمتريوس وعنقود العنب في يده وقدمه إلى البابا البطريرك، ففرح البابا بتحقيق الرؤية وفرحهم أيضا، ونفذ وصية البابا فيما بعد واختاروا ديمتريوس بطريركا من بعده. وقد قضى البابا يوليانوس على الكرسي المرقسي مدة 10 سنوات اعتنى فيها بشعبه عناية روحية، حتى أنه من عظم عنايته أن الوثنيين كانوا لا يسمحون له مغادرة الإسكندرية، فكان يخرج منها سرا ويذهب إلى كل مكان ويرسم كهنة للشعب ويفتقدهم، وبعد ذلك أتم جهاده الحسن وتنيح بسلام. بركة صلواته وصلوات الآباء القديسين فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم الأبدي. Yeah.
مسيحنا هنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا إن أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسين صلوا من أجل الإنجيل المقدس الذين أمرنا وصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبق رقادهم يا رب نيحهم المرضى أنت حياتنا كلنا خلصنا كلنا شفانا كلنا ورجاءنا كلنا وقيامتنا كلنا صم صدى في دليليا أنكزي أيقوش بشويها إخنوتي أبشوي سوسوتي Ne
من يودن بسكوبوس نيتكين امان شويسا في عربتين انخا Sasete metabo voteo acosomento agio efange Κύρια φλόξον του καταλού καναγέιο Ευαγγέλιο το ανάνοσμα والملك الطاهر بركات علينا مين أنا صرخت إلى الله والرب استجاب لي كلامي أقوله فيسمع صوتي شعبي وليباركوا على منابر الشيوخ لأنه جعل أبوة مثل الثراب يبصر المستقيمون فيفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملك صداق الرب عن يمينك يا بان الطاهر الباب البطريرك إلى أنباط ودرس الثاني وشركائك في الخدمة الرسولية أبينا المطران إلى أنباب خميس وأبائنا الأساقف المجتمعين معنا الرب يحفظ حياتكم ربنا يسوع المسيح ابن الله الذي له المجد الدائم وهذا قد وشي به لديه أنه يبدد أمواله فاستدعاه وقال له ما هذا الذي أسمعه عنك أعطي حساب الوكالة فإنك لا تكون وكيلا بعد
فقال الوكيل في نفسه: ماذا أفعل؟ سينتزع سيدي الوكالة مني، لا أستطيع الفلاحة وأخجل أن أستعطي. قد علمت ماذا أصنع، حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلونني في بيوتهم. فدعا كل واحد من مديوني سيده وقال للأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 بس زيت. فقال له: خذ صكك واجلس عاجلا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فقال: 100 كر قمحين. فقال له: خذ صكك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم لأنه صنع بحكمتين، لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. وأنا أيضا أقول لكم: اصنعوا لكم أصدقاء من مال الظلم، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. وكرام مارس جتك مزور جفك بفئو شاني كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية. صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية الأرثوذكسية. يا رب كان من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها كل الشعوب وكل القطع باركهم. السلام الذي من السماء تنزل على قلوبنا جميعا، بل وسلام هذا العمر الذي علينا العام الرئيس والبند والوزراء والجموع جيران وداخلنا وخارجنا زينه بكل سلام. يا ملك السلام أعطنا سلامك، لأن كل شيء أعطيتنا اقتنن لك اللهم مخلصنا، لأننا لا نعرف آخر سواك. اسمك القدوس هو الذي نقوله، فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس، ولا يقوى علينا نحن عبيدك موت الخطية، ولا على كل شيء بك خلصنا يسوع المسيح. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب اتركنا الاب المكرم رئيس الكهنة البابا المعظم الانبا تودروس الثاني
وشركاؤه في الخدمة الرسولية أبينا المقران الأنباء خميس وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين. كانتنا البابا المعظم الأنباء تودروس الثاني بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وشركائي في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنباء بخوميوس وأبائنا الأساقفة المجتمعين معنا وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين. احفظهم لنا سنين كثيرة وأزمنا سلامية مكملين رئاسة الكهنوت المقدسة التي اتمنتهم عليها من قبك الرادكة المقدسة الطوباوية مفصلين كلمة الحق باستقامة راعين شعبك بطهارة وبيض وجميع الأساقف الأرثوذكسيين والقمامسة والقسوس والشمامسة وكل امتلاء كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أنعم عليهم وعلينا بالسلام والعافية في كل موضع وصلواتهم التي يقدمونها عنا وصلواتنا نحن أيضا نقبلها إليك اقبلها إليك على مسبحك المقدس الناطق السمائي رائحة بخور وسائر أعدائهم الذين يرون والذين لا يرون أسحقهم وأذلهم تحت أقدامهم سريعا وأماهم فاحفظهم بسلام وعدل في كنيستك المقدسة يا رب صنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها اللهم جهاز الكنيسة المقدسة واجتماعاتنا يا رب أعطي أن تكون لنا بغير مال ولا عاق نصنع كمشيئتك الطوباوية المقدسة بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة ننبع علينا وعلى عبيدك الأتين بعدنا للأبد قم أيها الرب الإله وليتفرج جميع عداك وليهرب من قدام وجهك كل مبغض اسمك القدوس أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف سوفيا سبروس ومين كريا ليسون كريا ليسون فنوم اسمين بالحقيقة نوم بإله واحد الله إله رابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس صلب عنا على عهد بلاص البنطي تعلم أخبر قام بين الأموات اليوم الثالث كما بالكتب وخاض إلى السماوات جلس عن يمين أبيه
وأيضا يأتي بمجدي في يدين الأحياء والأموات الذي ليس لمكن القضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيم باسم الآب نسجد له ونمجدهم مع الآب والابن الناصب الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات حياة الدار الآتية من تين جوشتيب الفائد أناستاسيس إن تيني رمون نمبيون كنتبئون كذبون. اللهم يا من تكسو له كل ركبتين ما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض الذي الكل مذلول وخاضع بعنق العبودية تحت خضوع قضيب ملكه الذي تمجده الأجناد الملائكية والطغمات السمائية والطبائع العقلية بصوت لا يسكت ناطق بألوهية قد سررت بنا نحن الضعفاء الأرضيين أن نخدمك لا من أجل نقاوة أيدينا لأننا لم نفعل الصلاح على الأرض بل مريدا أن تعطينا نحن البائسين غير المستحقين من طهرك اقبلنا إليك أيها الصالح محب البشر إذ نتلو من مذبحك المقدس ككثرة رحماتك واجعلنا أهلا للسلام السمائي اللائق بلاهوتك والمملوء خلاصا لنعطيه بعضنا لبعض بمحبة كاملة ونقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب لا بحاسة مرزولة رافضة لمخافتك ولا بفكر غاش مملوء من شر الخائن
غير متفقة نيتنا في الخبز بل برغبة أنفسنا وتهليل قلوبنا. إذننا العلامة العظيمة الكاملة التي لمحبة ابنك الوحيد، فلا تطرحنا نحن عبيدك من أجل دنس خطايانا، لأنك أنت العارف كخالق جبلتنا أنه ليس مولود امرأة يتزكى أمامك. فاجعلنا إذن أهلا يا سيدنا بقلب طاهر ونفس مملوءة من نعمتك، أن نقف أمامك ونقدم لك هذه الصعيدة المقدسة الناطقة الروحانية غير الدموية، صفحة لزلاتنا وغفرانا لجهلات شعبك، لأنك أنت إله رؤوف ومتحام. بعضكم بعضا بقبلة مقدسة، يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا ورحمنا. تقدموا على هذا الرأس، قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق انظروا، برزقوا من بشفاعة والدة الإله القديس مريم. يا ربنا إلنا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع بك حقيقاتي مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الآباد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات،
الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى ما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسعود له من جميع القوات المقدسة. أيها الجلوس كفو الذي يقف أمامه الملائكة رأس الملائكة رأسات السلاطين والكراسي والربوبيات والقوات. إلى الشرق انظروا، أنت هو الذي يقف حولك الشاروبيم الممتلئون عينا والسيرافيم ذو ستة أجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين. الشاروبيم يسجدون لك والسيرافيم يمجدون لك صارخين قائلين قدوس 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 رب الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغايات الحية سقطنا من الحياة الأبدية، نفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، وتعبتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس الظلمتي والظلال الموت، بإذنك الوحي ربنا وإلهنا المقدس يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء قديس مريم. آمين. أفتشي فسدن شوپین اوب هیتم پکپ نبوا اف اوب.
ويقطب من ريني تنوف اتخم بي كوزموس افتي في مين موفن صوتي خارون ابنو اتوين اورو اهري ايهون وين اباموني امون افولي تطفن توي افولي تن النوبي افشن اف ابسيت اي امنتي إبليتين في إصطاب إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كنحو أعماله ورحمتك يا السر العظيم الذي للتقوى لأنه فيما وراء سمنا أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يدي الطائرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوبويتين المحييتان نؤمن أن هذا هو بالحقيقة نحو السماء لك الله باسع كل احد و شكرا من القديسين وسائر قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا الجسد الذي يقسم عنكم عن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري هذا هو
الحقيقة أيضاً الكأس بعد العشاء مزجها من عصير الكرمة والماء وشكرا آمين وباركها آمين قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري هذا هو أيضا للحقيقة تشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن وقيامة من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور السانلات من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعب نسبحوا نباركوا نغدو يجعله جسدا مقدسا له حقا نؤمن وهذه الكأس
صيدا دما كريما للعهد الجديد الذي له وايضا حق النوم يا لمن يتناول منه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم نسألك أيها المسيح إلى هنا ثبت أساس الكنيسة في ريالي وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا يا رب ارحم لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى الرعاة اضبطهم والذين يرعونهم ثبتهم يا رب ارحم اعطي بال الكليروس نسكا للرهبان والراهبات طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة يا رب ارحم رحمة للتائبين صلاحا للأغنياء كيريا ليسون وداعة للفضلاء معونة للمساكين يا رب ارحم نجاحا للطلبة عملا للمحتاجين الشيوخ قوم والذين في الحداثة أدبه غير المؤمنين ردهم لتنقض افتراقات الكنيسة حلت عظمة للبدع ونحن كلنا حسبنا في وحدانية التقوى سيدنا نتناول من قدساتك طار لأنفسنا وأكسدنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء ففضل يا رب اسكت سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية صلوا من أجل سلام الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية يا رب ارحم هذه التي اقتنيتها لك بالدم المسيح الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل الأساقفة الأرثوذكسية الذين فيها أولا نذكر يا رب أبانا الطباو المكرم رئيس الأساقف البابا المعظم الأنباء تودروس الثاني وأخي خدمة الرسولية أبينا البطريرك الأنطاكي مريغنطوس الزكا الأول وأبينا البطريرك الأريتري أبونا أنطونيوس وشركائي في الخدمة الرسولية أبينا المطران الأنباء بقوميوس وأبانا الأساقفة المجتمعين معنا صلوا من أجل رئيس كهنتنا الباب المعظم الأنباء تودروس الثاني بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وأخوي في الخدمة الرسولية بينا الطوباو المكرم البطريرك الأنطاكي ماري أغناطيوس الزكا الأول وبينا الطوباو المكرم البطريرك الأريتري أبونا أنطونيوس الأول وشريكه في الخدمة الرسولية بينا المطران المكرم الأنبا بافوميوس
وبين الأساقف المجتمعين معنا وسائر أساقفاتنا الأرثوذكسية. باستقامة إنهم بما على كنيستك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب الخمامس والخصوص الأرثوذكسيين والشمامسة. من أجل أبائنا القمامس وأبائنا القصوص وأخواتنا الشمامسة والإبز يكونين وسبع تغمات كنيستين الله يا رب ارحم الذين في البتولية وطهرت كل شعبك المؤمن. قل يا رب أن ترحمنا كلنا ما ارحمنا يا الله لضابط خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل مواضع وكل أجرة أبينا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم وديرنا هذا وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة. تفضل يا رب وعد السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها. عن أغوية السماء وثمرات الأرض والشجر والكروب وكل شجرة مثمرة في كل المسكونة لكي يبارك المسيح إلهنا ويكملها سالمة بغير آفة واغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. اسعدك مغدارك نعمتك فرح وجل الروح صورتك صورة أسمارة أعد للذرع والحصاد دبر حياتنا كما يلي. بارك فينا السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل العلملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطي أن طعاما لكل جسد
املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن أيضا إذا كن لنا كفافا في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. قدموا لك هذه قرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السماء في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. آبائنا الأطهار، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان. وبالأكثار القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة إله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله بالحقيقة. والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد والقديس صفوانس رئيس الشمامسة وأول الشهداء. وناظر إلى الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد. والقديس أثناسيوس الرسول. والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة. والقديس يوحنا ذابي الفم. والقديس سودوسيوس. والقديس أوفيلوس. والقديس ديمتريوس. والقديس كيريلوس. والقديس باسيليوس. والقديس أورغوريوس الناطق بالإلهيات. والقديس أورغوريوس صانع العجائب. والقديس أورغوريوس الأرمان. والثلاثمائة والثمانية عشر المجتمعين بنقيا. والمائة والخمسون بمدينة. والمئتين بأفسوس. وأبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبارنبا بولا. وسلسة أنبا مكارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصالح. وأبانا أنبا يحنص القموس. وأبانا أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح.
وابانا بابول الطموي وحسقيال تلميذا وسيدينا الابوين القديسين ماكسيموس ودوماديوس والقول قديسا بموسى احنس كامل قيس وابانا اما دانيال القموس وابانا اما سيزورس القيس وابانا اما بخوم بشركة وتدرس تلميذه وابانا اما شمود رئيس المتوحد وانبويس تلميذه وابن أبا أبرام اسقف الفيوم والجيزة وابن القمص ميخيل البحيري تلميذه وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي ضيع علينا فليقولوا أسماء بل البطرق القديسين الذين رقضوا ربنا يحلفوا اسم اجمعين واغفر لنا خطايانا Thank you.
اسمك ديمتريوس بمعنى أحدين الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رفضوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ الباب اذكر يا رب نفس عبدك المتنيح البابا شنود الثالث تفضل يا رب نيح نفوس الراقدين جميعا في حضن بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسين أخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البات أبينا القديسين رؤساء الأساقفة ومعهم نفس أبينا مثلث الرحمات البابا البطريرك الأنبا شنود الثالث وبين الأساقفة وبين القمامسة وبين القصوص وأخوتنا الشمامسة أبين الربان وأمهاتنا الرائبات وبين العلمانيين وعني أحكم للمسيحيين لكي المسيح لهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا Kyrie eleison, oh,
بك يا رب. الذين خستني في وسعهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا غرباء في هذا العالم، احفظنا في إيمانك وانعم علينا بسلامك إلى إلى ملكوتك لكي بازك أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كان يبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام لجميعكم ولروحك أيضا وأيضا نشكر الله إله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا لفوق ونخدم اسمه العظيم القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وإسعاد أسرار الإلهية الغير المائل ابشويس بنوتي بركة وسلام لجميع كل الذي أرسل ابنه الوحيد إلى العالم علمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس وعلمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين إذ قال لنا أن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم
المقسوم وصلاهما اللذان رفع إلي إلى السماء وخلص دانيال من جب الأسود. الصوم والصلاهما اللذان عملا بهما موسى النبي حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بإصبع الله. الصوم والصلاهما اللذان عملا بهما أهل نينوى فرحمهم الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبه عمل بهم الأنبياء وتنبأوا قبل مجيء المسيح قبل مجيء بأجيال كثيرة. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهم الرسل وبشروا في جميع الأمم وصيروهم مسيحيين وعمدوهم باسم الآب والابن والروح حلقوا عمل بهما الشهداء حتى سفكوا دمائهم من أجل اسم المسيح الذي اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الأبرار والصديقون ولباس الصليب وسكنوا في الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. فلنصم عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدلة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول جبنيوس. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. Yeah.
اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها. خاف الله آمين. آمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. القدسات للقديسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله وقدوس والروح القدس آمين. واحد والآب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس آمين. إير نباسي يضم نظماتي سوما جيون كيمة ميون أليسينوني سوفرستو طيوتو سيوي مونامي آمين. أجيون تيميون سوما كيمة أليسينون إيسو خريستو طيوتو سيوي مونامي نبسنو فنتين مانويل بنوتي فاي بيخن أم اسميا آمين. آمين. واعترفوا للنفس الأخير أن هذا الجسد المحل الذي أخذ ابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا ولية الإله القديسة الطاهرة مريم وجعل واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام براس البنطي وسلموا عنا على خشب الصليب المقدس بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن 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 أن هذا بالحقيقة آمين. آمين 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 أن هذا بالحقيقة آمين. اطلب عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكره في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة السمية الذكية